لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيخ سيد سابق في أثر عقيدة التوحيد في قلب المسلم: ما شرعه الله عز وجل لنا من الإيمان ووصل به كما وصى السابقين هو أصول العقائد وقواعد الإيمان لا فروع الدين ولا شرائعه، فإن لكل أمة من التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة فواحدة. ثم قال: وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة البشر وخليدة على الدهر لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات. فالمعرفة بالله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة وتوقظ حواس الخير وتربي ملكة المراقبة وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرافها وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفسافها. والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم والتعاون معهم على الحق والخير كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة، فلا يصبر الإنسان إلا ما هو حسن ولا يتصرف إلا لغاية كريمة. والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله تعالى للإنسان كي يصل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي. والمعرفة بالرسل إنما يقصد بها ترسم خطاهم والتخلق بأخلاقهم والتأسي بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أرادها الله عز وجل للناس. والمعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر. والمعرفة بالقدر تزود المرء بقوى وطاقات تتعدى كل العقاب والصعاب وتصغر دونها الأحداث الجسام. وهكذا يبدو بجلاء أن العقيدة إنما يقصد بها تهذيب السلوك وتزكية النفوس وتوجيهها نحو المثل الأعلى، فضلا عن أنها حقائق ثابتة ويتعد من أعلى المعارف الإنسانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق. وجوب اعتقاد السلف، يعني يجب على الأمة أن تكون عقيدتها موافقة لعقيدة السلف رضي الله عنهم. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكى يعني القرون الأولى، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. فالسلف هم الصحابة التابعون وتابعهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول، عدا أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والشيعة والصوفية الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. كذلك قال عز وجل: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بافتراق الأمة وقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية حسنها الألباني: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أن الجماعة ليست أي جماعة في أي مكان، أنك لو في إيران تقول شيعة، لو في عمان تقول إباضية اللي هم تكفير، لو مكان في صوفية تبقى جماعة صوفية. يستحيل أن يتناقض كلام النبوة، وكما يقولون: أولى ما فسر به الحديث الحديث. فرواية هم من كان ما على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي تفسر رواية الجماعة. ولذلك ابن مبارك لما سئل عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان. فقال أبو حمزة السكري: جماعة. فالجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. فالمراد بالجماعة جماعة الصحابة. كما قال ابن مسعود: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون. ابن مسعود من كبار الصحابة: ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. قياس صحيح العقيدة الصحيحة هي عقيدة الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننتسب لجماعة عبر القرون اللي هي جماعة أهل السنة والجماعة، أولها الصحابة وبعدين تبعون لهم بإحسان أئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل أئمة التفسير في هذه الجماعة، وهي الذين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كما قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة
أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكانت أول بدعة يعني ظهرت هي بدعتين في الواقع، وهم اللي بتعاني منهم الأمة حتى الآن: تشيع والتكفير، والاثنين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب. أما الشيعة فولاة الشيعة اللي هم السبائية أتباع عبد الله بن السبأ اللي قاله علي بن أبي طالب وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرة، قنبرة هو الغلام علي، حرقهم بالنار. وأنكر علي بن عباس وقال: إنك لبحاث عن الهنات. والبدعة الثانية أيضا ظهرت في خلافة علي بن أبي طالب ونجمت الخوارج على حين فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تقاتلها أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة سمى النهروان، وكانوا 6000، وأرسل إليهم ابن عباس رجع ب2000، وقيل رجع ب20000، وبقى منهم 4000، وقتل منهم 2000 وبقى 2000. فالبدايتين ظهروا في آخر عصر الصحابة في خلافة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنقول أن الجماعة المراد بها جماعة الصحابة، ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى. وجوب تبليغ العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. في كلمة للشيخ الألباني مش مشهورة كثيرا، قال الألباني في التوحيد: أولا يا دعاة الإسلام، يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولا كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام. ثم قال: لذلك فإني أقول كلمة هي نادرة الصدور مني، وهي أن واقع كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية الأولى من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة، لأن المشركين العرب كانوا يفهمون ولكنهم لا يؤمنون. أما غالب المسلمين اليوم فإنهم يقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله ولا يؤمنون حقا بمعناها. لذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة. فكل داعية لا يهتم بأمر العقيدة ولا يبلغها فهو على غير سبيل وسنة. وكل دعوة لا تجعل العقيدة الصحيحة أهم قضاياها فهي دعوة على غير هدي رسل. وطالما سمعنا هذا الكلام من شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، قال رستم قائد جيوش الكفر لربيعي بن عامر أحد تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بكم؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ما أجل بعثنا بالجهاد ولا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، بل يعني فاهم من أول قضية قضية التوحيد. فقال: إن الله ابتعثنا، شوف علو همة الصحابة، ما قالش إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا، لا إن الله ابتعثنا كأنه رسل من عند الله، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأصل الأصول هو التوحيد. فربيع بن عامر ما قال ابتعثنا للجهاد أو للأمر معروف النهي عن المنكر. فوظيفة الرسل والدعاء بدعوة الرسل إخراج الناس من العبادة الباطلة، عبادة الأشجار والأحجار والشمس والخمر والبقر، وتعبيدهم لله عز وجل. والعبودية لله عز وجل شرف، لأن المخلوق لا يخلو من العبودية، فإما أن يكون عبدا لله أو عبدا لغير الله. قال قاضي عياض: إما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. ولا يمكن أن يسعد العبد في الدنيا والآخرة إلا وهو عبد لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد دينار تعس عبد الدرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا خط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، علاج للهم والغم والحزن. وقال تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأول ما يبدأ به الداعية الموفق توحيد الله عز وجل، وأول ما يعالجه من انحرافات الناس الشرك بالله عز وجل. أمور التوحيد لا تحتمل السكوت أو المداهنة. لما أشيع يعني يوم أحد
موت النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف أبو سفيان بن حرب فقال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. قال أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوا. فلم يملك عمر نفسه فقال إن الذين ذكرت أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ يعني قبل ذلك قال لا تجيبوا، وجد مصلحة في ذلك، ولكن لما قال أعلو هبل يعني مسألة عقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تجيبوا؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ أدم يعني مع الله جل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزة أو لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فمسائل العقيدة لا تحتمل السكوت أو المداهنة، فلا يجوز لنا أن نصرح بعدم كفر النصارى فنخالف صريح القرآن إرضاء للنصارى والوحدة الوطنية، أو نصرح بمودتهم، والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، ولا تجوز مداهنة في أمور العقيدة. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أنهم كانوا يدهنون رغبة في أن يداهن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله من ذلك. الإمام أحمد صبر على السجن عامين تقريبا 28 شهر وضرب بالسياط حتى سال الدم من جميع جسده وحتى ذهب عقله من شدة الضرب، ولم يتنازل عن قضية واحدة من قضايا العقيدة وهي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، واستحق بذلك أن يكون إمام أهل السنة والجماعة. فيجب على الدعاء إلى الله عز وجل تبليغ العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة بالطريقة التي توافق عقول الناس وأفهمهم. فمسائل التوحيد يجب أن تعلن وتذاع وتملأ بها القلوب والأسماع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.